ويا هلا بيكم، ان شاء الله انتم طيبين وبخير. اليوم عندنا يوم سبت، عطلة عامة، فحنشتغل اوبر ان شاء الله. بس اول حاجة لازم نعملها نمشي نكب بنزين، وبعد ذاك نغسل العربية، فخلوكم معانا. فنحن كبينا جاز ب$30، رح يشغلنا اليوم كله يعني ان شاء الله. اذا اشتغلنا 12 ساعة من غير توقف ممكن $30. انا ما اعرف عربيتي عندها مشكلة مع الجاز ولا لا، فاذا انتو عندكم خبرة في السيارات يعني او كده ورونا، اكتبوا لنا في التعليقات بتعملوا جاز بكم وبيشغلكم ودر شنو. حنمشي نغسل العربية مع انه في مطر جاي يعني، لكن خلاص والله يعني طوع. يعني كل مرة مطر 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 موقفني من الغسيل، المرة دي لازم. اوكي ليتس جيت ات. داخلين على المغسلة، لازم ندفع هنا. تم بحمد الله، خلصنا غسيل وجينا للمرحلة الثانية نعمل فاكيوم. خلص خلص، واخيرا خلصنا نظافة. والله النظافة حلوة يا جماعة، فيا خلونا نخش اونلاين ونشوف. يعني هنا مصفرة 000، دايرين نملاها قروش الخانات دي. جو اونلاين وننتظر اول متصل. اقصد اول طلب. مشينا اكلنا حاجة لانه ما كان في يعني طلبات، وطلعنا تاني نشوف اذا جانا اي طلب. فما تنسوا يا جماعة ظبطونا باللايك والشير واشتركوا بالقناة رجاء. هنوقف عند ماكدونالدز ونفتح التطبيق. يعني بس الواحد ياكل ما يكون طايق اي شغل يعني، بس تكون عايز تحس انك عايز تنوم. هذا الاحساس اللي انا حاسس بيه حاليا، حاسس انه عايز لي سرير وانوم بس. بس نو واي، ما في اي طريقه، لازم نشتغل. هيا الى العمل العمل العمل.
جانا اول طلب $7  1 كيلومتر، خلونا نمشي نشيله. الاوردر تبعنا من ماكدونالدز يا جماعة، بس النازل بياخدوا زمن. اخيرا انا خشيت المطعم وجيت طالع قعدت في العربية وتاني رجعت، يعني قريب دقيقتين او 3 دقايق. طوالي طوالي هما في الحالة دي. زول يتكلم معاه يا ناس. 8 3 2 System dialing. Please stay on the line while you're calling. أنا عمالي جيت باركن قريب فوقفت بعيد وجيت ماشي. الدنيا مطر بعدين ودافعين للباركن. هاي بس الحمد لله. الصورة الظريفة تمام. ما في شبكة هنا إلا ننزل. المطعم ده شكله حلو شديد. جانا طلب حلو هنا. جيت أخذ لي قهوة يا جماعة. Hi. Just grounded our crust. What's that? This is Cabra. Okay, dark roast medium. All right. So sorry, it's gonna be medium double double. Medium double double. Yeah, and 10 pack Timbits chocolate. 10 Timbits. Yeah. That's it. Cash or card? Beyond gift card. There we go. Excuse me, buddy. It's F96. Please inform the pickup. 596. Yeah. You can inform the pickup. Sure. Thank you. Thank you. طبعا نحن حاليا في هيستين ستريت. ده أخطر شارع يعني ممكن تقابله في كندا أو بالأخص فانكوفر. اللي هو كله يعني عبارة عن الدراج أديكس، هذول الهومليس. قام بتعاطي المخدرات والدراجز والحاجات دي يعني. فده اخطر الشارع وما علم حاجة بعدين بالمناسبة. يعني ده واحد كان ضربك ولا طعنك ولا شيء، يعني الحكومة ما بتعمل له ايش لانه باعتباره ناس ما واعيين. يعني هم بيعملوا شنو اصلا، بس فاكنهم في الشوارع كده. الله المستعان. فوصلنا الاوردر الى اليكس، فخلونا نطلع من المنطقة دي لانه نهاية ما مطمنة. فنرجع لمنطقتنا كل دقيقتين تقريبا او نشوف اوردرات تانية. وجانا طلب تاني على ماكدونالدز، $8 على 2 كيلومتر ما كعبة. فحجيب الطلب واجيكم، ما تمشوا بعيد، خليكم قاعدين. 2000 years later. انا جيت. الطلب لديفيد. ديفيد مقرر انه ياكل ماكدونالدز الليل. حق من حقوقه يا جماعة. خلونا نمشي نوصل الاوردر.
Thank you. Have a good one. جانا طلب على محل تبع السوشي على دروثي يعني ذاته يا جماعة والله الاسم غريب يعني الكنديين دول بعض مرات بيسموا اسامي كده انت داير لك دقيقتين عشان تقرا الاسم حاصل شنو الاسامي خلصت في الدنيا خلاص دروثي يا جماعة هل تفكرون بما أفكر به؟ والله الأكل شكله سمح شديد يعني افتح النفس ما تعرف سوشي ولا دي باسطة ولا بعد دفع علينا $6 بس اتقي الله يا شيخة يلا ما خطير أنا أصلا ما بحب السوشي نوصل لها الأكل يا جماعة ندفع للباركين 5 دقائق بباركين جانا طلب تاني احنا على لندن دروغز شابون بي عايزين دوريتوس هنا واحد بينا الباقي وين نزلنا الاوردر تبع الشوبان بي تاني جانا اوردر على محل بتاع بيتزا خلونا نمشي نجيبه هو هنا على يدنا اليمين بس شكله في زحمة شكله ما في اي مكان فاضي نصفه السيارة لا لقينا الحمد لله لأنه هنا ده جنب المطعم في ديسكو ولا شنو أنا ما أعرف. Yeah it is ديسكو. فمفروض الناس تكون موقف عرباتها هنا زحمة لكن كويس لقينا باركين. خلونا نجيب الطلب. What's up, buddy? Good, how are you? Good, thank you. It's gonna be for Naz? Yeah. What's the. Yeah, I'm just filming. I'm doing YouTube channel. Oh. Yeah. So yeah. Your side gig, so your third job now. Yeah, I'm trying to. You already have it, or you're starting to make it? No, I just started 2 weeks ago. Nice, yeah. Nice. So. So you have anything on there yet, or no? You have anything on there? Yeah, a lot. I have like a couple of videos. Yeah. Write it. Help people some views. Sure. Thank you. Come on, man. Support the people. Support the locals. HR. Is that a double EF? So double EF. Yusuf Sharif. Yeah. Yeah. And then I'll be able to see. All right, buddy. Thank you. I have a picture of you on there, so I'll see your. Yeah, yeah. Okay, for sure. Thank you. Give me some views. See you around. Thank you, buddy. Have a good night. You too.
2 Thank you. Just the PIN number. 428. 428. Thank you. Thank you. وصلنا آخر طلب معانا اليوم ونختم على كده. ولحد هنا تكون دي نهاية الفيديو. اليوم الليلة ما كان يعني مشجع صراحة للعمل، لأنه بدينا تقريبا أوردرات قريب الساعة 6 وحاجة، فاشتغلت زي ساعتين ونص باعتباره. We make good money، يعني عملنا قروش كويسة برضو، not bad الحمد لله. وما ننسى ندعي لأخواننا في السودان، وربنا يرحم كمان جميع الشهداء، وربنا يرفع البلاء عن الوطن إن شاء الله، ينصر جيشنا السوداني وكمان أخواننا في غزة، ربنا ينصرهم إن شاء الله يا رب. ولحد هنا إذا عجبك الفيديو ما تنسى تدعمنا بالاشتراك واللايك والشير والكومنت، انزلوا في الكومنتات اكتبوا أي حاجة. من هنا لحد ما نلقاكم في فيديو جديد، سلام عليكم.